وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم دعا صل في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له في يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال الشيخ الإسلام: وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضاعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى في الزمان. جابر يتحرى في الزمان بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء. وفيه الحديث الذي ذكر في مسند أحمد والأدب المفرد للإمام البخاري. وذكر القرطبي هذا الوقت من أوقات الإجابة. قال رحمه الله: وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار.